بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم نبي الهدى. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هنشوف جانب من جوانب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو إيه؟ قد إيه كان بيحبنا، وقد إيه كان حريص علينا، وقد إيه كان دايما يذكرنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ده هو أولى بنا من أنفسنا. رقم واحد مثلا دعوته لأمته في كل صلاة. متخيل أن النبي كان بيدعي لنا في كل صلاة؟ أمنا عائشة رضي الله عنها مرة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعي لها، هم قاعدين مع بعض كده، قالت له ادعي لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت أمنا عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها، يعني من شدة الضحك، يعني مبسوطة خالص إن النبي دعا لها. فالنبي قال لها يا عائشة أيسرك دعائي، مبسوطة أني دعيت لك؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك، طبعا أنا مبسوطة جدا أنك دعيت لي. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. إيه رأيك؟ بيدعي لنا في كل صلاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رقم اتنين، كان دائم الاستغفار لنا، بيطلب من ربنا انه يغفر لنا. رقم تلاتة، هيشفع لنا عند الله عز وجل، شفاعته لأمته. طيب اللي بعد الشفاعة بقى، انه كان مرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن، وقرأ قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله تعالى على لسان المسيح سيدنا عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما قرأ المشهدين دول سيدنا النبي بكى، فربنا أرسل سيدنا جبريل يسأل النبي، وربنا أعلم، ربنا عارف النبي بيبكي ليه، يا جبريل سأل محمد ما يبكيك. فجي سيدنا جبريل للنبي، ما يبكيك يا رسول الله؟ فالنبي قال يا أخي يا جبريل أمتي أمتي. فجبريل رجع لربنا بالرسالة ديت، يا رب إن النبي عليه الصلاة والسلام يبكي خوفا على أمته وحرصا على أمته. فربنا سبحانه وتعالى قال يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا سلام، قد كده بيحبنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بعده، أنت عارفين حضراتكم أن النبي اشتاق لنا، هو شاف الصحابة والصحابة شافوه وجلسوا بين يديه وتعلموا منه. النبي مرة بيقول وددت لو أني رأيت أحبابي، نفسي أشوف إخواني وأحبابي. قالوا له أولسنا إخوانك أولسنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي. أمال مين أحبابك وإخوانك يا سيدنا النبي؟ قال الذين آمنوا بي ولم يروني أجر الواحد منهم 50 منكم. بيقول الصحابة كده، الصحابة قالوا له تقصد أجر الواحد منهم 50 منهم؟ قال لا 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 50 منكم. قالوا ازاي يا رسول الله؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. إيه رأيكم في محبة سيدنا النبي لينا صلى الله عليه وسلم؟ بيدعي لنا في كل صلاة؟ بيستغفر لنا؟ هيشفع لنا عند الله تبارك وتعالى؟ بكى وطلب من ربنا سبحانه وتعالى، قال يا ربي أمتي أمتي. فربنا قال له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولسه المشهد العظيم يوم القيامة، لما يأتي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويقول يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولا العباس عمي، ولكن يا ربي أسألك أمتي أمتي. ربنا هيقول له ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، أنت تقول أمتي وأنا أقول رحمتي. اللهم صلي على الحبيب المحبوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي لم ينسانا قط، اللي كان دائم الدعاء لنا، اللي كان دايما بيسأل ربنا أنه يغفر لنا، اللي أعمالنا دلوقتي بتعرض على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد أن احنا مقصرين ولا شيء استغفر لنا ودع الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.